ولدي. صلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، الأهل والأحباب وطنيا الأعزاء في مناقل. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حقيقة نحن الليلة سعداء والله نكون معكم في المناقل، وسعداء نشوفكم ولقاكم مبسوطين والحمد لله، ولقاكم فرحين والحمد لله، وده ما من فراغ يا جماعة. ما جينا نمتن عليكم، ما جينا نتفشل عليكم نقول لكم عملنا وسوينا، لأنه نحن أولادكم ونحن أبناكم ونحن خدامكم. لما جينا سميناها ثورة الإنغاز، والناس اللي كانوا موجودين الزمن ذاك شباب عارفين شنو معنى الإنغاز، شنو الوضع اللي كان فيها البلد، شنو الوضع اللي كان فيها خدماتكم، شنو الوضع اللي كان فيها مشروعكم. بنجي الليلة ونحن بنقول لكم ما عملنا كل شيء، لكن ما شغالين معاكم وشغالين بيكم وبحكومتكم وواليكم ان احنا بنبني كل يوم طريق جديد، بنبني كل يوم طريق جديد، لأن خطتنا النهائية ان نربط كل مناطق الجزيرة والمناقل بطرق، لأنها طرق انتاجية وطرق انتاج وطرق ترحيل. جينا الليلة ونحتفل معاكم بإعادة تأهيل وبناء مدارس، لأنه همنا نحن أولادنا ده يكونوا متعلمين. ما دارين زول أمي، نحن بنبني في دولة عظمى، والدولة ما بتبنى إلا بالعلم. بعد كده اهتمام بالمدارس وبيئات المدارس والاهتمام بالمعلمين، والمعلمين بهم كل احتياجاتهم، تأهيل، مرتبات، معاش، معنويات هي مهمة جدا، لأن الزول الدارين يبني لنا بني آدم لازم يكون معنوياته عالية، وعشان يكون دم معنوياته عالية نحل له مشاكله. فالتحية لكل المعلمين والمدرسين في كل موقع في بلاد الحبيبة. جينا عشان نأكد كلامنا السابق أننا ماشيين في إعادة تأهيل المشروع، مشروع الجزيرة والمناقل، عشان تاني ما في موية تنقطع، ما في مدخلات تغيب، إن عايزين نوصل موية لكل حواشة، مدخلات لكل حواشة عشان تكونوا منتجين والحمد لله. ما محتاجين انتوا شركاء، انتوا شركاء الآن، شركاء في كل شيء، شركاء في الإدارة، شركاء في الإنتاج، شركاء في اختيار المحصولات اللي بتزرعوها انتوا، وانتوا الان تقدمتوا على الحكومه يا جماعه. الله اكبر، الله اكبر. سير سير يا بشير، سير سير يا بشير، الان سير سير يا بشير، تقدمتوا على الحكومه نحن جلودك للتعمير. لانه زمان الحكومه قالت ازرعوا قطن وعيش وفول وشوية قمح، أنا حاسة ما في المشروع لقيت محصولات ما ناس ما فكروا فيها، العدسية والبصل والكبكبيك والخضروات، ونحن عايزين يا جماعة ده كله ننظمه ليكوا في دورات زراعية عشان نحن نضمن أن العمليات الفلاحية لكل صنف تتم في وقتها. نحن نقول لكم الآن زمان يا جماعة كان بنزرع، الدورة كانت رباعية مش كده، قطن وعيش وفول وبور. أسوينا البور يا جماعة، لكن أسوينا شيء بور عن عايزاته، في ناس حصدوه وحالة الوطن دار نزرعوها.
صح ولا ما صح؟ لا كده ان ننظمها يا جماعه عشان نحافظ على الارض وخصوبتها والري يكون منتظم لكل مشروع. انتوا اصحاب القرار يا جماعه، انتوا اصحاب القرار في المشروع ده. قلنا على ناحيه القنوات لجهز المنظمات، نوفر لكم المويه، نوفر لكم المدخلات، نوفر لكم كل المعينات من اليات وغيره، عشان بعد ده كل واحد يخلي الكراع على الكراع والجيب مليان قروش والقروش البنك والحمد لله. نحن حقيقة اهتمامنا بالجزيرة ما من فراغ، لأنه ده أكبر مزرعة وأكبر مشروع ري انتهائي سيابي تحت إدارة شبكة ري واحدة في العالم. فيجب الحفاظ على ده، ثروة قومية، وده ثروة قومية لأنه عشان كده نحن مهتمين به، حنعيد تأهيله، حمكن كنتوا كمزارعين أنه والله تكون أحسن ناس عايشين في البلد دي. خدمات الطرق والمدارس والمستشفيات وكل ما يعين الإنسان على يحافظ على صحته وينمي نفسه، إحنا معاكم فيها إن شاء الله. التحية لواليكم الهمام، وأنا ما أقول الهمام، لما أقول الهمام رجعنا السنة اللي فاتت هنا وكان كثير جدا بدل وعود، كان طرق، كان مدارس، كان مستشفيات، كان غيرها. الآن جينا كلها حقيقة في خلال سنة واحدة، والسنة الجاية إن شاء الله إذا ما رمضت في الأيام حنجيكم، وكل الحاجات اللي بنقول الآن والخطط اللي عملناها الآن السنة الجاية حنفتح طرق جديدة ومدارس جديدة ومستشفيات جديدة وخدمات جديدة إن شاء الله. فالتحية للوالي الأخ هيلا، لأن يا جماعة أنا لما وجهت بطريقة الشكريمة قبل 15 سنة، قبل 15 سنة قلت العمل الطريق ده، جزاك الله خير يا هيلة، جزاك الله خير، بيضت وشي مع حريم كاشفية. طريق 24 الغرشي ايضا كان من العماني، ولحن حيصل لغاية ابو حبيري ان شاء الله، عشان الدارش خرطوم بيجا يمشي والدارش خرطوم بمدني يمشي. نعم لازم مويه نظيفه، مويه صحيه لكل مواطن. يا جماعه العافيه درجات، الله ما كده، العافيه العافيه والحاري الحاري. فنحن كل الطرق دي يا جماعه والله في برنامجنا، كلها في البرنامج، لكن ما بنقول لكم بنعملها في سنه واحده ولا في سنتين، لكن بنواصل فيها وحنعمل اللي بنقدر عليه واللي بيقدرنا على الله بنسويه، لانكم والله بتستاهلوا كل خير. الله اكبر، الله اكبر، لا اله الا الله، لا اله الا الله، ولا نعبد الا اياه. وما تسمعوا كلام الناس المخزنين والناس اللي قاعدين في الفنادق برا وبيباعوا البلد دي بشويه دولارات، الناس اللي قاعدين في الفنادق برا وقاعدين بيلعبوا في التنس واعياد ميلاد وخلافه. أهلنا قالوا ما بجرب المجرب، لكن نحن حاسبونا، نحن أولادكم، نحن حرثنا، نحن زرعنا، نحن تيربنا، من المسك كدنكا، من المسك منود، من المسك ما كان عشان يطلع بطن، من لقط قطن، من التيرب، من الحلب، من الصرر.
فالناس هنا واثقين منكم وعارفين نكون واعين، وان قال الواعي الواعي ما بنوصيكم. تحيه ليكم وامنياتنا ليكم، نلتقي المره الجايه كان الله مره في الايام، ونحن في مشروعات جديده وتنميه جديده وخدمات جديده ودخول جديده. جزاكم الله خير، السلام عليكم ورحمه الله. المشاهدون الاعزاء، سعدنا معكم عبر هذا التواصل وهذا النقل لزياره السيد رئيس الجمهوريه لولايه الجزيره ومن محليه المناقل. وقفنا